بعد نتابع معكم مشاهدينا يوم جديد، لقائنا التالي بيجمعنا بنادين حيدر اختصاصية التغذية. لكن الأهل يلي عم بيتابعونا وعبالكم تعرفوا أكثر عن صحة أطفالكم، عن أوزانهم، هل هي بالمكان الصحيح أو بالمعاش المضبوطة، أكثر أو أقل كل التفاصيل رح تتعرفوا عليها بهاللقاء. نادين صباح الخير، واهلا وسهلا فيكي. ثانك يو. الاهل وتحديدا الام، اذا ما بدنا نحكي عن تيتا وجدو، بهمهم انه اولادهم ياكلوا صح، ولازم يخلصوا كل الصحن، وكل ما نشوفهم مش عم بيعملوا شيء بنسالهم اذا هن جعانين، وبدنا دائما نحرص انه يكون عم بياكلوا شبعانين. صح. كيف الطريقه المضبوطه، ولازم يكونوا شبعانين، بس كيف الطريقه المضبوطه اللي لازم نعتمدها مع اطفالنا لحتى ما يوصلوا لاوزان كثير زايده عن الحد المطلوب، ونرجع نفوت بسيكل الريجيمات من عمر صغير. صح. اهم شيء عند الاطفال انه نحن نبلش صح، من اول ما يخلقوا نكون عم نبلش معهم طريق مضبوط، نبني اساس قوي صحي، وهذا الشيء بيسهلنا عاداتهم تكون طبيعيا ينقوا الشيء الصحي بلا ما نعمل افورد كثير كبير. اوكي. يعني نحن اذا نحن من اول ما بلشنا ندخلهم الاطعمه من الست اشهر، بلشنا عم ندوقهم الخضره والفواكه، نبتعد عن المواد اللي فيها سكر كثير، من هن وصغار تتعود حاسه الذوق عندهم انه تحب هالاطعمه، وبالتالي بس يكبروا بيصيروا بسهوله هن بينقوها. هو اللي بيصير دائما لما الاهل بيصيروا بينتبهوا على الوزن انه بيصير زايد بوقت شوي متاخر، لانه مثل ما حضرتك من اي عمر تقريبا؟ يعني نحن بنحب نشوف الولد هيك دعبول، مثل ما نقول اسم الله صحته منيحه، بنقول كله تمام. من اي عمر لازم ننتبه على وزن الولد انه يمكن زايد عن حده، ولازم نبلش نحن نخفف؟ هلا تتفاجئي اذا قلت لك انه نحن من وزن الام لا قبل ما تحبل نحن فينا نبلش ناثر على شو وزن الطفل حيكون بس يخلق. يعني نحن دائما بننصح الام انه هي قبل ما تقرر انه هي بدها تحبل انه تتاكد انه وزنها بالكادر الصحي. أوكي. وكمان خلال فتره الحمل انه ما يزيد وزنها كثير، بالتالي الجنين بس يخلق بيخلق بيبي وزنه بالحد الطبيعي، لانه نحن من لما يخلق البيبي عنا نحن بعاداتنا وتقاليدنا كل ما كان وزنه اكثر كل ما العالم تنبسط اكثر. بس هذا الشيء معتقد خاطئ، لانه نحن في حد اذا هو اقل منه ما بنعتبره شيء صحي، وكمان اذا هو اكثر منه ما بنعتبره صحي. فكثير مهم نحن انه نكون عم طبعا نتابع الوزن مع الطول، ويبقى بالوزن الصحي من الطفل لما يخلق لمدى العمر. يعني امتين ببلش في خطر؟ يعني هلا نحن كل شيء تغير، نمط الحياه عندنا مختلف عن وقت ما نحن كنا صغار، اولادنا بيقعدوا قدام التي في، معهم ايباد، كل وقت قاعدين قليل لحتى يعملوا اكتيفيتي ويتحركوا. امتين لازم نحن لازم نقول لا انا شايفه ابني او شايفه بنتي شوي ملانين اكثر من اصحابهم يمكن اكثر مما لازم، هلا لازم اتدخل في عمر محدد بنبلش؟ هلا اذا قصدك انه نحن لازم نتدخل انه نعمل ريجيم، نحن للاطفال ابدا ما بننصح بالريجيمات. يعني نحن للعمر ال 14 وال 15 لنبلش ممكن نفكر انه نعمل مثل نمط حياه لحتى نخلي الوزن يقل، بس قبل هيك دائما بنتابع الوزن والطول، واذا طلع الوزن اكثر من ما لازم بالنسبه للطول بنصير من مثل بندعم العيله لحتى تغير من عاداتها الصحيه، لحتى الطفل يظبط اكله والعيله كلها طبعا تظبط اكله، وبالتالي بيصير الوزن بيلحق الطول، فالطفل بس يطول الوزن ما بيكتر كثير، فبيوصل لمرحله نسبه الطول مع الوزن مضبوطه. بمشاهداتك يعني تحديدا عم بتشوفي النسبه عم تكتر عند الاولاد اللي عم يكون عندهم وزن اكثر من وزنهم الصحي؟ نعم، هي المشكله اكشلي عالميه. نحن هلا ب 2018 و 2017 أعلى نسب من السمنة عند الأطفال عم نشوفها بكل بلاد العالم، وببلادنا العربية ببلاد الخليج وبلبنان وبكل البلاد بنلاقي أنه
الأطفال عم تعاني من هاي المشكلة بشكل متزايد، وحتى صرنا نشوف أمراض ما كنا نشوفها عند الأطفال بسبب السمنة، مثل مثلاً الدايابيتيز تايب 2 اللي نحن هو مرض السكري، نحن منقول معروف بمرض السكري تبع الكبار، مزبوط. بس هلأ صرنا نشوفه عند الصغار بسبب السمنة. فصرنا عم نشوف أطفال عمره 14 و15 بلشت عم تاخد إنسولين وعم تاخد أدوية بسبب وزنه. وهذا الشيء انا برايي فعلا شيء كثير خطير وكثير لازم ما نوصل لهالمرحله، لازم اهلي يتدخلوا من صح. وقت يعني مبكر اكثر. طب قولي تحديدا الوزن الزايد لانه الماكولات غير صحيه عم بتكون، ولا ممكن الولد هو عنده شهيه هالقد مفتوحه يكون بياكل مثلا طبخ بياكل هيلثي فود بس بكميه كبيره، بتفرق هون؟ هلا في دائما بالوزن في كذا شيء بيلعب دور، يعني في عنا الجينز اكيد الجينات، وفي كمان اكيد قديش نحن عم نتحرك، ونحن مثل ما كنت عم تقولي انه الاطفال بهالوقت كثير من الوقت عم يقضوا قدام التي في على الايباد قاعدين، ما كثير في حركه. واكيد نوع الاكل، نحن هلا بعصر كثير فاست فود افيلبل، الطفل بالمدرسه بالخارجيه عم يقدر يشتري اكل ابدا منه صحي، المشروبات اللي هي بيكون فيها كميات هائله من الكالوريز والسكر تنشرب دقيقتين ثلاثة، ممكن ينشرب أكثر من واحدة بالنهار. فهون منشوف أنه في كذا عامل بيأثر على وزن الطفل. بس أنا بدي يعني هيك من جهة تانية أقول أنه لأنه في كذا عامل فينا نقول أنه نحن قدي كمان لنا تأثير، قدي فينا نساعد ونغير كمان عند أطفالنا، يعني هي ما لها شغلة واحدة، فينا بكذا طريقة. شو فينا نعمل؟ هلأ الأهل عم بتابعونا وعندهم أولاد مثل ما بنقول صحتهم منيحة، شهيتهم مفتوحة على الأكل بس مش على الأكل، في أولاد ما بيتغدوا نادين، بفضلوا يأكلوا ساندويش فيه بقلبة شوكولات حتى ما نعمل دعايات، بفضلوا يأكلوا تشيبس، والأم أو الأهل بيقولوا معلش يأكلوا حيلا شيء بس يأكلوا صح. لأنه طبخ أبداً رافضين الفكرة. هون نصيحتك له الأهل تحديداً يلي بعانوا مع أولادهم بالأكل؟ أول شيء كتير لازم نمكن حالنا بالمعلومات الصح، لأنه في معلومات كتير مختلفة وشي منها صح وشي منها غلط. كتير مهم نحن نسقف حالنا، نعرف شو هو الأكل المناسب لأطفالنا، شو الأكل المناسب لعائلتنا، ونبلش نغير عادة بطريقة كتير إيجابية بطريقة بوزيتيف. يعني نحن ما بدنا يكون أساس، بدنا نحن نبني علاقة إيجابية بين الطفل وبين الأكل الصحي. ما بدنا يكبر يحس إنه الأكل الصحي هو شيء اللي منه منيح، وما بدنا نقول إنه كان محروم من قصص الأكل الطيب، لأنه هذا الشيء بيسبب ردة فعل عكسية، بصير الشخص بيكره الخضرة والفواكه والأكل الصحي، وبالعكس بصير بيحب أكثر، يعني بنصير بالعكس عم ننمي له، عم ندفشه لهذيك بالذات. هي أكبر غلط الأهل بيعملوه لما بيقولوا إنه كل الأكل الصحي لا تاكل دسير، او مثلا خلص اكمل صحنك وبعطيك شوكولا، بعطيك الشوكولا. هيدي غلط، هي كثير غلط، وبعرف انه كثير عالم بيعملوها، وبعرف انه هي النيه بتكون كثير منيحه لانه الاهل بدهم يخلصوا الصحن اللي هو كثير صحي، بس هي نحن بدنا نفكر انه شو الولد عم بيسمع لما نحن هيك عم نقول له. الطفل بيكون عم بيسمع انه هذا الاكل مو طيب، هذا الاساس، والاكل اللي هو الدسير اللي هاي ان شوجر هديتك بعدين هديه هي الكادو، هي الريورد. ومن هون بتخلق هالعلاقه اللي نحن بس نكبر بنشوفها بطريقه مختلفه، هي اللي بنحكي عن الايموشنال ايتينج، لما بنحكي انه لما شخص يزعل بيصير بحب ياكل شوكولا، او لما بحب ياكل اكلات منها صحيه، بتبدا من لما نحن صغار، لانه بعقلنا بتنحط بهذا الكادر انه نحن الاكل اللي منه صحي هو الشيء المنيح، هو الشيء الحلو، هو الشيء اللي حيخلينا نبسط تبعيتنا يلي بتشيلنا من هذا المود الحزين. طب هون يعني اهلنا مسؤولين عن نحن كيف هلا بناكل على كبر، ونحن مسؤولين كمان تجاه اولادنا. اذا بدنا نحكي وقبل ما نختم معك نادين عن نهار طبيعي بياكل فيه الولاد من دون ما يكون محروم، صح، شو لازم ياكل؟ بيوعى بيتروق؟ في ولاد ما بيتروقوا، شو لازم تكون الترويقه لحتى يبدا ويقلع نهاره بشكل صحي؟ الترويقه كثير مهمه. اول شيء هاي لما بناخذ نحن ترويقه منيحه، والطفل نفس الشيء، ببطل في كثير حاجه للسناكينج او لللقمشه خلال النهار اللي غير صحيه. بنبدا ب كتير مهم يكون عم نعطي أي حبة من الحبوب الكاملة، يعني مثل الشوفان، مثل الخبز الأسمر، هول للترويقة. بعرف أنه في أطفال يمكن ما يتقبلوها أول شيء، بس احنا فينا نصير بطرق معينة نلاقي طرق لحتى
نرغبها. في خبز بيكون نص أسمر نص أبيض مخلوط نبلش فيه. أوكي. في الطفل كتير بيتأثر باللي حواليه، فإذا شاف بده يقلد. صح، إذا شاف الكبار عم يأكلوا هيك حياكل مثلهم. فمثلاً ساندويتش مع لبنة، جبنة، بينات باتر أو زبدة الفول السوداني. أوكي. كلهم كتير very good options، صحيين. الشيء اللي دائماً بنصح نبتعد عنه هن السيريال اللي هو مخصص للأطفال، لأنه بيكون كتير سكر. عالي بالسكر كتير. وللأسف دائماً بيعملوا له هن ماركتينج إنه هو للأطفال، وبيحطوا كاركترز حلوين وفوائد. صح، وبيعملوا هالماركتينج للأهل وللأطفال، وللأسف الاثنين بيقعوا بهذا الفخ تبع الماركتينج إنه بيفكروا إنه هو كتير صحي. فعلاً هو كتير منهم بيكونوا مدعمين بالفيتامينات، بس ما عم ناخذ كميات كتير كبيرة من السكر. عم تخلي الطفل يجوع بعدين، عم نزرع نوع من الإدمان للسكر من عمر كتير صغير. طيب هون التربية غدا بيكون الطبخينها بالبيت، وكمان كتير مهم نبعت سناكس على المدرسة يكونوا كتير صحيين، ممكن جزر، خيار، محمص، ممكن يكون حتى البيبي توميتوز، في كتير في أطفال بيحبون. ونخلق فينا نخلق قصة. دائما أنا بقولها الأهل قديش هالشركات تبع الأكل الكبيرة عم تعملنا غسيل دماغ، يعني عم توصل لحتى تدفع مبالغ كبيرة لحتى نحن نرغب هالأطعمة. فما مثل نفقد الأمل لما طفلنا ينقي هالمنتج لأنه نحن كتير عم نتأثر، وطفل عم يتأثر. صح. مثلنا بكل هالأدفرتايزنج. فنحن دورنا كأهل أنه نحن نكون الماركتينج تبع الأكل الصحي. فكيف منشوفهم أنه بيعملوا لهم باكج حلوة، بيعملوا كاركتر، بيعملوا بيحكوا قصة حلوة غنية، بيعملوا رول موديلينج، بيحطوا حدا مهم عم بياكل هالأكلة، بيصيروا الأطفال بدهم ياكلوا مثله. نحكي عن ما بعرف الفوتبول بلاير اللي كتير بيحبه الطفل، أو هالشخص اللي بيطلع له منقول هاد بياكل هيك أو هيك. بهالطرق بدنا نحتيل شوي يعني على الطفل لحتى نقنعه كمان، لحتى نقنعه. صح. الطريقة. صح، وبطريقة إيجابية. طب هون ما فينا ما نعطي يعني الولد شيء طيب، برشوز مثل الشوكولا أو نقطعه له تشيبس. هو اللي إمتى لازم يكونوا بخلال النهار؟ إذا بدنا نحدد بالوقت، من عشية لازم نبعد عنهم، بعد الغداء لازم نعطي، لأنه بده ياخد بده ياخد. صح، أكيد. هلا أنا شو بقول، إنه دائما نجرب نبعدهم عن الروتين، يعني نبعد هالأكلات ما يكونوا جزء من الروتين، يكونوا شيء بيصير مرة بالأسبوع مرتين بالأسبوع. ما شيء يكون إجباري. بنفس الوقت فينا نعمل شيء طيب، شيء حتى لو حلو، بس نكون نجرب مثلا نعمله بالبيت. نخلي الطفل يكون جزء من الإكسبيرينس لحتى هو كمان يتعلم. يعني هي بتكون مثل كيف بنقول lesson practical عن النيوتريشن. فينا نستخدم المطبخ لحتى نوصل فكرة بطريقة بأسلوب حلو للطفل، إنه مثلا نعمل muffins لنقول أو cupcake. أوكي. ونعملها من يكون مثلا بنانا وسكر كتير قليل، نحكي عن واو البنانة شو بتعمل، بتعطينا مسلز قوية، بتعطينا بتساعد قلبنا يدق بطريقة منيح، كل هالقصص لحتى تساعده ويرغب فيها. وأكيد أكثر. الطفل بس هو يكون محضر الأكل حيحبه. هاي هي بظن أكتر تريك، هاي هي الحيلة المناسبة. صح. نعم، بدي أتشكر حضورك معنا نادين حيدر، أهلا وسهلا فيك من جديد، وإن شاء الله يا رب كل أهل اللي عم بتابعونا يقدروا يحتالوا على أولادهم بأكلهم ويبعدون عن كل شيء فيه سكر كتير كبير، لأنه صراحة عن جد عم نعاني بهيدا المجال. أهلا وسهلا فيك من جديد. أهلا مشاهدينا، فاصل ومنرجع.